بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو من عندك يا برج الجوزاء اللي مهني كتعيش يوم متعب وغادي تاثر مزاجك ببعض الاخبار اللي غتعثر خطوتك المستقبليه. عاطفيا الضغوط من جانب الشريك يقدر ياثر سلبا في العلاقه بيناتكم، رد البال. صحيا تناول الحليب كل صباح لان الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام. برج الثور مهني الامور اصبحت اكثر تنظيما من السابق وهذا يعد مكسبا لك ونقطه اضافيه. عاطفيا تعجبك رومانسيه الشريك لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف. أما صحيا خفف من التدخين لأنه قد يورطك في مشاكل صحية أنت بغنى عنها ولا سيما اليوم. برج الحمل المهني شخصيتك المتكبرة كتزعج الزملاء في العمل وتجعلهم يبتعدوا عليك. عاطفيا يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان فيأخذك إلى عالم جديد ويهزك من الداخل. صحيا هذا الشهر جميل القيام بنشاطات متنوعة في أحضان الطبيعة والترفيه عن النفس. أما برج الأسد فمهني كتلعب بالنار أيها الحساس والرقيق لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فقط بل تشعر أصابعك واستقرارك. عاطفيا يوم جميل تظهر فيه العواطف النبيلة لكتهيئ الاستقرار والارتباط. أما صحيا مهما حاول الآخرون ثنيك عن القيام بالرياضة لن ينجحوا. أما برج السرطان فمهني انتقاء مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاق لم تكن تتوقعها. عاطفيا استعدادك للدفاع عن الشريك حتى نهاية يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده. أما صحيا خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء. برج الميزان مهنيا كتقتنع بما كتب لك والعمل الذي تؤديه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه. اما عاطفيا لا تقدم على اعمال عشوائيه لفت النظر الشريك فهو راض عما قدمته حتى اليوم. صحيا عالج وضعك الصحي مع اصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب. اما برج العذراء فمهنيا الحوار والنقاش هما الطريق الامثل للتوصل الى قرارات صائبه. عاطفيا يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتك عليك أن تمضي معه وقتا أطول. صحيا تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحيا. أما برج الجدي فمهني الحماسة في العمل تؤدي لارتكاب بعض الهفوات فكن حذرا. عاطفيا مهما حاولت إخفاء شعورك الحقيقي عن الحبيب فإنك لن تستطيع خداعه. صحيا لا تكثر من تناول الفواكه مساء وحاول أن تكون معتدلا في تناولها. الآن غادي ننتقلوا عند برج القوس المهني يتمتع بكفاءتك يجب أن يستسلم للأمر الواقع فأنت قادر على النهوض والسير مجددا. عاطفيا يجب أن تفهم عقلية الشريك بعدما مضى على ارتباطكما زمن طويل. صحيا عليك القيام بتمارين رياضية قاسية للتخلص من السمنة الزائدة والأمر يحتاج إلى بعض الوقت. أما برج العقرب فمهنيا كتردد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك القدرة على ذلك. عاطفيا حاول أن تفسح المجال للشريك للتعبير عن وجهة نظره. صحيا القيادة ساعات طويلة تسبب لك آلام في الدار رد بالك. أما برج الحوت فمهني عليك أن تنتبه لتصرفاتك المزعجة نوعا ما وخصوصا أن خسارة أي زميل قد لا تعوض سريعا. عاطفيا الجرأة في القرارات الحاسمة لابد منها في بعض الأحيان بينما التسرع مرفوض نهائيا. صحيا من أجل الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة. الآن غادي نختموا مع برج الدلو المهني أصبحت أمور أكثر دقة ومرونة وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة. عاطفيا كتعجبك رقة الشريك لكن الحذر واجب بعض الأحيان لتتوضح الأمور. أما صحيا كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك في حال من التعب والعجز عن القيام بواجباتك كما يجب. إلى هنا كنتهي أبراجنا لهذا اليوم. غادي نتلاقاو مع أبراج غدا. تبقى على خير.